مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح لكريم بيبرس عشان نتعرف منه على إجراءات تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال المصلين بداية من بكرة السبت إن شاء الله، مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير وصباح الخير على كل المصريين. أنا دلوقتي موجود داخل مسجد محمد علي اللي في قلعة صلاح الدين. المسجد ده صرح عظيم جدا، وأحيانا بيطلق عليه مسجد الألباستر وأحيانا مسجد المرمر. المسجد ده من جوه يعني حاجة رائعة جدا، وفيه طاقة إيجابية رهيبة بصراحة. يعني يمكن النهاردة اليوم مختلف كمان، مش بس عشان جمال المسجد وهيبته من الداخل، لا كمان النهاردة يوم مختلف علشان هو بداية التعقيمات المختلفة لمرحلة الفتح التدريجي اللي اتكلمنا عنها للتعايش مع طبعا فيروس كورونا. جزء منها هو تعقيمات المساجد وفتح المساجد بشكل عام للمصلين بإجراءات مختلفة. عشان نتكلم النهاردة عن تفاصيل طبعا الإجراءات دي وإيه اللي بيحصل فيها، ابتدت إمتى وهتنتهي إمتى والإجراءات المختلفة دي، معايا دلوقتي ضيفي على الهواء الدكتور عبد الله حسان، وهو مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. جمعة مباركة يا فندم، وعايزين نسأل حضرتك كده إيه اللي تم اتخاذه للفتح التدريجي مبدئيا بداية بالمساجد وغيره؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، بالأمس وجه معالي وزير الأوقاف بحملة مكثفة وكبيرة على جميع مساجد جمهورية مصر العربية لتعقيم وتطهير المساجد، والبداية كانت بالأمس، وأشرفت بنفسي على التعقيم والتطهير الكامل لجميع مساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس. والتعقيم بيتم من خلال فريق زي ما هو باين يمكن في الكادر معانا دلوقتي، فريق مدرب أكثر من 20 فرد بيتحركوا وبيتنقلوا بين المساجد، فريق مدرب وعلى وعي كامل ومعاه أحدث الأجهزة من خلال الأدوات الحديثة للتعقيم والتطهير وبأحدث المعايير زي ما حضرتك شايف، وباتخاذ الإجراءات زي ما حضرتك شايف والضوابط الاحترازية لتحقيق السلامة. ممكن فادي حضرتك تكلمنا عن هذه الضوابط الاحترازية وإيه اللي يطبق على المصلين وهم داخلين المساجد؟ أكيد في معايير معينة بتطبقوها داخل المساجد. تمام. في البداية احنا مطلوب من حضرتك وانت جاي تصلي في المسجد، أول حاجة رجاء انك تساعدنا تبقى لابس الكمامة بتاعت حضرتك الشخصية ومعاك المصلى الشخصي بتاع حضرتك، وتحرص على التباعد زي ما حضرتك شايف كده في علامات تباعد موجودة في المسجد، نساعد بعض كلنا ان احنا نبقى حريصين على تحقيق التباعد ده، وكمان نحرص كل الحرص على عدم المصافحة والمعانقة. علشان نساعد بعض وعشان نحافظ على نفسي، عشان حضرتك تحافظ على نفسك، لازم نساعد بعض ان احنا نحقق الاجراءات دي علشان نعدي الازمة دي بسلام ان شاء الله. طيب يا فندم سؤال تاني، احنا بنتكلم دلوقتي على الصلوات في الايام العادية، ايه كمان اللي هيتم اتخاذه بالنسبة مثلا لصلاة الجمعة؟ هي صلاة بتبقى مزدحمة جدا طبعا، والتزاحم مع دخول او خروج من المسجد هيتم التعامل معاه ازاي، وهل تم فتحه او لا، وايه الخطة المستقبلية عامة؟ الصلاة مفتوحة في المساجد في الصلوات الخمس ما عدا يوم الجمعة، فالصلاة معلقة يوم الجمعة، ما فيش صلاة جمعة مؤقتا لحين ان شاء الله ما تعدي او نظبط الاجراءات اكتر ونشعر ان في وعي اكتر باذن الله عز وجل تعود الصلاة باذن الله. لكن في الوقت الحالي هي معلقة وجميع دورات المياه مغلقة. جميع دورات المياه نعم مغلقة. نعم. طيب يا فندم خلينا نتكلم انه ان شاء الله بعد فتح تدريج الامور تبقى احسن والامور تعود يعني نصابها الطبيعي، ماذا لو بعد الشر طبعا الامور تدهورت؟ هل في اي خطه معينه هيتم اتخاذها فيما بعد مثلا لاعاده اغلاق، ولا في يعني خطه اخرى؟ لا بص حضرتك، احنا دلوقتي في الوقت الحالي بوضعين كافه الاجراءات والضوابط الاحترازيه، وبنراهن فيها باذن الله على الوعي الكامل للمواطنين، وكلنا هنساعد بعض ان شاء الله بان احنا نعدي الازمه دي بسلام، ونساعد بعض على تحقيق الضوابط اللي يتم الاعلان عنها من خلال برضو امام المسجد ومن خلال العمال الموجودين في المسجد. هنتعاون ونتشارك في ان احنا نحافظ على بعض ونحقق الضوابط دي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور عبد الله حسان متحدث وزاره الاوقاف على هذه المعلومات الوفيه. وزي ما شفنا كده مع بعض، دي كانت اهم الاجراءات الخاصه بتعقيم المساجد حول مصر بشكل عام، وكمان الاجراءات الاحترازيه اللي المفروض يتخذها المواطنين والمصلين وهم داخلين المساجد، سواء كانت خاصه زي ما دكتور عبد الله اتكلم بيه، يعني ان الواحد يجيب المصليه الخاصه بيه هو جاي، يرتدي الكمامه كمان داخل المسجد. من ساعه ما جينا الصبح الحقيقه واحنا شفنا فعلا عمليات التعقيم والتنظيف المستمره، وكمان وضع لصقات معينه كده على الارض على شكل يعني القدم، وبمسافات مختلفه بين كل مصلي والاخر، وده كان اهم ما
لدينا الآن ولن أعود إليكم. طبعا يعني كريم بيبرز بشكرك شكرا جزيلا، وبحيي كمان ضيفك دكتور عبد الله حسان مساعد وزير الاوقاف، واتمنى ان الناس تكون سمعت كل المعلومات والاجراءات الاحترازيه زي ما انت كلمت كمان ضيفك دكتور عبد الله حسان، عشان نقدر يعني نتخطى هذه الازمه وما نتعرضش ابدا لماذا لو اللي انت سالت ضيفك عليها دكتور عبد الله حسان، وما نوصلش ابدا انه لا قدر الله الموقف يعني نتعرض لموقف صعب وانه الاعداد تتزايد بعد هذه الخطه، خطه التعايش زي ما اتكلمنا فيها. بشكرك طبعا كريم بيبرز، كنت معانا من جامعه محمد علي.